انا ابي يعني انه موجود في الريحانيه ضمن هذا الجو، ضمن هذا الجو ما كنت بعرف هذا العدد، فواز موسخه الانسه يعني نحن على مستوى مدينه الريحانيه مسجل عندنا 360 مراه مصابه. عملنا حمله تبرع فيما لا تحتاج لمن يحتاج. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. جاي تشتري خس ولا بتبيع؟ أنا سوري وعبي خس. على راسي والله، الله يعطيك العافية. الخس التركي غير الخس السوري؟ طبعا الخس التركي غير الخس السوري. الخس نكهة غير؟ يعني عندنا نحن الورقة أحمر، هذاك أطيب خس في العالم. يعني إذا واحد ما تعاطف مع الخس السوري في فرق كثير بين الطعم؟ ما بفرق شيء كثير، بس عندنا نحن في بدار شكل نوع ثاني، هذاك عضو أحمر بحبوه السوريين. طيب هلا الخس السوري هذا نفس الخس التركي، هذا نفس نفس البذره يعني. يلا ما بعدت القصه. لا سوريا وتركيا واحد. في ناس يعني بتاكل الخس طبيعي عادي، وفي ناس بتحطه مع السلطه، بتحطه مع يعني في له استخدامات. تبولي في ناس. من وين؟ من سوريا. انا من معرة النعمان، من ريف المعره. اهلا وسهلا فيك والله. صار لك زمان على المعره؟ والله صار لي 5-6 سنين بعيد على المعرة. المعرة حلوة. تتذكر أعراس المعرة والحفلات؟ لك أعراس المعرة بضل الصبح. أسواق المعرة؟ أسواق المعرة ولحمة المعرة أطيب لحمة في العالم. غير شكل ما؟ إيه والله. جماعة المعرة ما بيروحوا لا على حما ولا على إدلب من هون. عندنا كل شيء. كل شيء فيه. كل شيء موجود، الجبنة، اللبنة، كل شيء، إيش بدك فيه. على الطريق شو ساو محلات وشو ساو؟ استراحات. إيه؟ استراحات المعرة ما في أطيب منها في العالم. حافظوا على موضوع اللبن ولا هي. نحن بيئتنا ريفية وبيئة ريفية يعني معدنا طيب. أيوة. هو خير يعني طيب. المتحف حلو. متحف المعرة فخم. على مستوى سوريا يعتبر من سوق عالمي. اي والله على مستوى العالم. قديش الخس اليوم؟ خس الليره ونص الوحده، مو بالكيلو بالوزن. لا لا ما في عندنا هون اسطنبول بالوزن. هون ما في وزن، ما في وزن. هون على بركه الله. خود وامشي، خود وامشي. ما معه ياخذ كمان. يعني هي اللي عم عايش من وراها القصه وشغال. الشعب طيب. الشعب هون طيب كويس. اولادك حواليك؟ الحمد لله رب. الحمد لله. فالواحد ما يقعد بلا شغل الا ما يعني يتسلى ويشوف الدنيا يعني بدنا نشتغل بدنا نعيش كذا. وبعدين هون تركيا احسن من غير دولي. دولي كويسين الحمد لله يعني خيره. ولا هون انتوا قراب بين الريحانيه وال يعني لحشه حجر دي قريبين، نشم ريحه سوريا على القليل بس مو اكثر. واذا صار في رجعه ما بتعذبوا بشيء دغري؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. ابو ايش؟ ابو ابراهيم. هلا ابو ابراهيم، سلامة. والله يا عبير انت هون بتعرفي الناس؟ ما اصدقائي ومعارفي يعني، ما هذول كلهم اهلي يعني. انا هون دليل سياحي تبع اي حدا بيجي لهون. اذا حدا بده شغله بيجي لعندك؟ طبعا عن جد والله. ايه الله يعطيك العافيه. سلامات، كيفك؟ كيف الصحه؟ طلع الخس مو لك؟ لا مو لي، لل ابو ابراهيم. لا ابو ابراهيم نعيش هو. هون بالريحانيه كلياتنا اهل مع بعضنا، كل واحد بيعتبر انه اي مكان هو مكانه يعني. فانا بحكم انه نحن كلياتنا هون اخوه، ففيني اجيبك او اعزمك على اي بيت حدا يعني هون، وكذلك الامر الحمد لله. يعني هون بتلاقي من الشام، من ريف الشام، من حما، حمص. الله يعطيكم العافية. كيفك؟ والله بدهم يفوتوك بالقصة غصب. أهلا وسهلا لعيناك، نحن جاهزين. شو بدك؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ أنا من إدلب من بنيش. أهلا وسهلا فيك. هي مهنتك؟ هي الأساس؟ هي مهنتك هي؟ لا والله بس اضطرينا لها هون. تعرف قبل شو كان؟ أنا محاسب، تخرج معهد تجاري بمحافظة إدلب بال 2002. لقيت هي أربح ما؟ ما قصيت أربح هون، المشكلة إنه تعديل الشهادة مشكلة. صعب. وخاصه اللي عنده عيلة بقى بدي التفت لشغله ولا بدي التفت لمصلحته. اول ما اجيت على الريحانيه ثبت هون؟ لا قعدت جوا في مرعى 3 سنين، بعدين رجعت للريحانيه. لقيت هون الجو ممكن الواحد هون اهلي محلي مثل ما بيسموه، عمك خالك، ما في حدا غريب، ما
لغتنا بنرجع للغتنا الام اللي هي العربي. في معلومه كثير الناس ما بتعرفها، تفضل، انه الحمص والفول والفلافل بادلب وقت اللي بتاكله كانك بالشام قاعد عم تاكل فول. صح مو صح؟ صح مزبوط الحكي. يعني حلب فيها بس مو مثل ادلب مثلا. كل محافظه لها تقاليدها الخاصه. بس تعنينا بادلب نوعيه الحمص والفول اللي بتطلع على الشام اغلب المناطق ادلب هي بتشتغل. وطريقه التحضير نفسها يكون متاثرين انتم بلبنان ببيروت اكثر. شيء اكيد، لان شعبنا اغلبه بالاساس يعني قبل الثوره متهجر للبنان يعني من زمان. ايوه شفت ادلب المحافظه المنسي كانت. كانت كانت كل العالم بيحكي فيها. الله يعطيكم العافيه. هون حمص فلافل فول الفرن هذا شو؟ هذا فرن فطاير معجنات. حلو والله، واسع المحل بركه ان شاء الله هيك ايت الرزق يا رب. في ناس بتاخذ وبتمشي وفي ناس بتقعد وبتاكل يعني في عام هيك اجارات الضرائب شوي. هلا من جديد بلشوا يدقوا علينا شوي موضوع الضرائب، بس ان شاء الله الامور محلوله يعني ضمن القانون كمان. هي ضمن القانون يعني يحاولوا يتغاضوا عنا كثير. الله يجزيه الخير يعني بصراحه يعني غاضوا عنا فترة منيحة يعني. هلا بلشوا ما ركن البعض بدي يدخلونا للجو تبعهم خطوي خطوي عم يدخلونا. ايش هذا ابو محمد؟ راسي ابو محمد يعطيك العافية. تفضل استديو حو. سلام الله يسلمك يا اهلا بيك. الله يعطيك العافية. ما بتعد انت ما؟ ما بتعدون؟ لا عم اقول له انا الفلافل يعني. انت من وين؟ انا من حماة مدينة. من حماة؟ مدينة. يا اهلا وسهلا فيك. الحموية ويا زواقين يعني كمان. هذا قرص الفلافل بشهي منظره بشهي. دخلك شو الخلطة السحرية تبعه لحتى يطلع كتير كتير هيك؟ والله الخلطة السحرية يعني ما حب بياخده يعني. ما حنحكيها يصير مصلحة لكن يصير مصلحة ايه يعني. كل ما كانت مونتو ظابطة لكن السمسم وال كله والنفس كمان بتجي كمان على كل وهيك أمور يعني. والزيت الزيت كمان ممتاز. بس هيك انت الوجبه بتعرفها انه هذه شو بتطالع هي وامتى بتمشي وامتى بتخلص وما امتى بصير في عندك عجقه هون اكثر شيء بيقول لك هات هات هات؟ والله حسب يعني هبات ايه. هبات مثلا بيجي ضغط علينا شغل كثير ونشتغل ويعني هات شغلنا يعني. جوزت؟ ايه الحمد لله. ايه والله الحمد لله رب العالمين. صار في اولاد؟ والله في عندي ولد. الله يسلم يا رب. شو سميته؟ محمد. آه يا ابو محمد شهيتونا انه ناكل فلافل. بس الوقت مو معنا. هلا شوي ثاني بنرد بنرجع لك. تسلم على راسي محمد. شكرا موفق ان شاء الله. ما في الواحد يقول انه السوريين اكثر من الاتراك هون ما واضحه. نحن غالبين. نحن غالبين يلا الحمد لله يعني بينكم وبينهم في توازن صار. لا لا الحمد لله كويس الامور. واخواننا الاتراك يعني بالعكس بتمنى يكون كل الدول العربيه مثل. صح ما صارت. ما صارت لا والله غير شكل. الريحانيه مختلفه يعني. نحن جايين بال 2001 2002 بتذكر ايه زمان من 2002 صحيح. يعني كانت كثير عاديه ما كانت هلا كتير. وين لا توسع عمراني توسع نشاط كثير صار فرق يعني. بدك تقول نحن لما جينا بالاول الثوره ب 2013 تقريبا شايف كيف يعني. اذان المغرب ما تلاقي حدا بالشوارع كلياتها. اذان المغرب تقول حظر تجول ايه وين هلا مثلا السوريين عملوا نهضه عمرانيه يعني عملوا نهضه ثقافيه عملوا صار في تعايش اسواق الاسواق بين يعني في شغلات تعلمناها من هون للاتراك نحن نتعلموا منها شايف كيف. في كثير شغلات يعني صرنا اغلبهم هون يعني عندنا من اصول سوريه على فكره الاتراك يعني اولاد عم اولاد خالي اولاد يعني كانوا يروحوا مثلا قبل الثوره يروحوا لحلب يتمونوا ويرجعوا لهون شايف كيف. هلا نفسهم يعني اولاد عمه هون تلاقي في عالم العالم كانت مقسومه نصين بالضبط. هلا اكتملت هلا اكتملت كنا ضايعين النص لكن النص بعد الحمد لله الحمد لله. كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله يعطيك العافية. محل جملة كأنه هذا مو؟ والله تقريبا فرقوا جملة بنفس الوقت. من وين حضرتك؟ من سوريا؟ من دارية. والله دارية هن أهل الجملة. ما يعني أسواق دارية. لحقتها اشتغلت بأسواق دارية؟ مولي 86 أنا. 86 ها مو مبين عليك والله. أنا مشتت بحالي. شلون أمورك؟ إن شاء الله بخير. رب العالمين الله طمنا بفضله الحمد لله رب العالمين. يعني هي ما كانت على البال هي انه ممكن الواحد يشتغلها بس لقيت انه هذا مطلوب يعني واحد فتلنا شوي بالسوق
عرفنا انه هذه الشغلات مطلوبه فتحنا المحل عاد. كثير منيح. كنا متعايش بعدين فتحنا هذا المحل. كنتوا بمنطقه ثانيه وانتقلتوا ولا من اول ما اجيتوا بهذا السوق؟ 15 دغري هون مباشره. كان في عندنا علاج بعدين خلصنا علاج بدنا نشتغل. العلاج بايدك؟ ايوه اصابه. اخذت وقت ما معالجتها شيء اكيد. اي بعدين ما في يعني عاد حل ثاني انه ترجع لسوريا ما في ففتحنا محل انا وواحد ثاني. عودت ايدك اليسار انت على كل شيء ما صارت سوق موتور هلا سوق اي شيء بايد واحده. الله يعطيك العافيه. اسمي الكريم محمد خولاني. على راسي والله اخي محمد. يلا هيك ان شاء الله هيك دائما الاغلبيه السوريين اللي بياخذوا. ايه لانه هون السوريين ما شاء الله اكثر من الاتراك. هيك عدد اكثر 150 الف في هون وهن عدد سكانها 80 الف 90 الف اتراك. وكل سوري بمية كتار ما شاء الله. الله يعطيك العافية. موفق إن شاء الله. الله يسلمك. والله قد ما حكت لنا إيمان يعني حبينا هيك نجي نتعرف عليكم أكثر. المكان يعني صحيح متواضع لكن مكان معطال سكانه ايه الفعاليات اللي فيه والله. الله يعطيكم العافية. هون الإدارة ما يلا هون بتلاقي حالك انت ما ايه هذا مكتبي مديرة ايه. الله يعطيك العافية. هون انا استلمت منسقة البرامج والتدريبات في المركز ككل كونه مشروع يعني ابتداء مشروع يعني كفكرة. الأستاذ بسام الله يكرمه يعني موجود يعني كمان عم بيعيننا بإرشاداته والله خبرته اي اكيد يعني نحتاج لها. اختنا هون الاخت فاطمة حج علي لا ان شاء الله جديد انضمت لأننا كفريق تطوعي نحن هون كله في العمل تطوعي يعني بدأ تستلم قسم الخياطة والكوافير ان شاء الله قسم المهني. يلا هي توريطة لك بس ظريفة ما لا توريطة ابدا. الانسان لازم يترك بصمة يعني يكون عنده بحياته شاغل شيء يعني شاغل وعطاء يعني دائما هو الواحد بيحب يعني تصور ما انت يعني بعيد عن الشغل بالعكس هلا الوقت الواحد انه اذا في شيء بيعطيه يعني الحمد لله رب العالمين. ونحن مثل ما ذكرت الانسة ايمان يعني فريق متكامل متعاون والحمد لله رب العالمين يعني بدينا صحيح بشكل بسيط وهيك بس عم نمشي ان شاء الله بخطوات ثابته ونوصل لهدفنا. احيانا تنعكس الحالات على الشخص المحاور واللي بده يعطي نصح ويعطي يعني بشوف الناس كيف عايشه فبصير عنده هيك مو اكتئاب ولا احباط بس يعني انه بيتضايق بيزعل. هلا نحن صارت عنا العمليه عكسيه يعني نحن هلا دائما عم نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه فوقت عم نشوف عندهم هذا التصميم وهي الاراده والقوه اللي عندهم كمان نحن بنحط اكثر ونشوف وضعهم هن يعني هن عم بيعطوا بل المفروض نحن كمان نكون اكثر عطاء يحفزونا. طبعا حاولنا نعمل المركز نقسمه لقسمين قسم تدريبي تعليمي والقسم الثاني تاهيلي مهني. طبعا الشريحه المستهدفه هي كلها النساء المصابات. عندنا نحن يعني تقريبا اربع فئات مستهدفه تعباني عليهم كثير الانسه ايمان ومنسقتهم وموثقتهم فعاطي الاولويه للنساء المصابات بعدين زوجات الشهداء بعدين زوجات المصابين بعدين الأرامل والمطلقات والعوائل المحتاجة بشكل عام. كم ماكينة في عندكم؟ عندنا سبع ماكينات عندنا منهم أربعة حبكة تنتين درزة ووحدة رشة والحمد لله يعني على هالبساطة. المفروض هذا يعني يتسوق يعني هذا مطلوب إن شاء الله إن شاء الله نحن لم نتمل من الله أنه يتسوق وعائدات أرباحه نقدر نغطي فيها مصاريف في المركز لأنه المركز يعني مصاريفه أصبحت عبء علينا يعني هلأ مثلا كصالون موجود عندنا كاستشوارات كعدد كمان بينقصنا المواد التشغيلية ومصاريف تشغيلية في مين يعلم ويدرب هاي الأنسة فاطمة حج علي يعني أكاديمية ومدربة متمكنة لكن المواد الأساسية بدها خاصة المواد التشغيلية لأنه عندك استهلاك يومي يعني اللي بدها تبرك بدها صبغات بدها قص بدها يعني حتى العبوة الكريم اللي بدها تنفتح هي استهلكت في يومها وبدك دائما تستمر.
اليوم يعني من شوي كنت عم حكيك على التدريب على الخياطة. يعني اليوم إذا بدك تدرب أخت على أو سيدي على مهنة الخياطة لا يقل عن 3 أشهر حتى تتخرج وتكون هاي تقعد على الماكينة. يعني يصير إنه اسمها خياطة بس لسه كخبرة بدأ مرحلة تاني. فخلال 3 أشهر قديش بدك مواد وحتى منيح يعني الواحد خلال 3 أشهر بيقدر يلاقي فرصة عمل. يعني كمان طبعا إيه ممكن ما أنه يقعد سنة. يعني هلأ نحن هدفنا من التعليم هدول المهنتين أولا السيدات المصابات يعني مثل ما حكينا كسرت الحاجز صار عندها دعم اندمجت في المجتمع صارت مرأة منتجة هاي من ناحية. ثاني شيء يعني هي ما يعني صارت منتجة ما صارت عالي يعني انه ذوي الاحتياجات خاصة انه عالي وهيك. يعني هدفنا انه تكون المرأة السورية دائما عزيزة كريمة ما تكون بحاجة لحدا اطلاقا. هذا البيت اللي كان خرابي مو؟ اي والله كان خرابي. اي والله يعني حتى ابواب ما في. أيوة. صلحنا لحتى هيك صار على مثل ما نكون شايفين. مزرعة اللي هون مزرعة زرعناها ما كان في زرع كمان. ايوه ريحانية هي ريحان. ايه ايوه ريحان شو بيقولوا له غير حبق. أيوة. حبق يعني كمان بدهم يهتم فيهم. ايه يعني ما انه موجودين هون نحن عم نتواجد يعني كل يوم ف الكل شارك يعني كيف دهنوا كيف زبطوا الكل. أيوة. سوا. ايه الحمد لله. جيرانكم فوق كيف؟ الحمد لله كويسين. أيوة. سوريين. ايه سوريين. مساحة منيحة. اذا جاكم شيء يعني تبرعات او اضافة في في يعني فيكم تحطوا براني يعني موجود. ايه لا موجود الحمد لله المركز مساحته جيدة يعني وحتى مقسم تقسيم جيد والمشروع مكتوب والدورات جاهزة والبرامج كلها عم نشتغل عليها قد ما بنقدر. لكن إذا وجدت المصاريف التشغيلية بنعملها بشكل جيد يعني بتعود تدريبات. يعني إذا بدي أجيب أنا مدربة خياطة بس ما أعطيها كراتب شهري مثلا. أيوة. يعني أنا عم بأخذ لها من وقتها فمن كراتب رمزي أنا أعطيها يعني. راتب رمزي لأنه الدورة هي عبارة عن مستويين 3 أشهر مستوى أول 3 أشهر مستوى تاني. طيب 6 أشهر مين الأخت اللي بدها تطلع وتعطينا من وقتها للدرب 6 أشهر بدون لا شيء هذا يعني. بإسطنبول ما بيصير يعني أنت عندك بإسطنبول دائما دورات الخياطة يومين بالأسبوع خلال 3 أشهر بيطلعوا لهم يعني إقلال يعني وبيطلعوا الناس ما متعلمين كثير ياخذوا بس رؤوس أقلام. أنت عم تقولي هون 3 أشهر كم يوم بالأسبوع؟ 3 أشهر 3 أيام بالأسبوع. 3 أيام ها فرقت 3 أيام بالأسبوع 3 ساعات. إيه؟ عم تدي 3 أشهر مستوى أول تخضع لامتحان مستوى أول تنتقل للمستوى الثاني بس تطلع خياطة مجاني. مجاني. بس انا بدي كمصاريف لاقدر هالمدربه يعني شوي ما اغبنا حقها يعني تقدر تعطي كمان لان كمان عندها مصاريفها هي بقول عم يدفعوا بحدود ال 2000 2500 على الدوره الرسم. فوقت اللي بيكون هون هون انا مركز مصابات. إيه؟ انا المصابه بدي اجيب اهلها ادربها بدي اقول لها ادفعي من وين بعد فتره انت ممكن الواحد هدول العدد هذا بتنهي بيجيك ناس بدها تتعلم طبعاً. بس هذا المركز مركز آفاق مركز مو آفاق. مركز إيمان لا مركز آفاق مو إلي مو إلي هذا آفاق لنفتح أفق واسعة لكل أخت أخت مصابة ليكون عندها أفق واسعة لتقدر تطلع من وضعها الصحي اللي أنا ما بسميه إعاقة جسدية لأنه طالما عندها حلم وعندها طموح رح تقدر توصل إذا فكرت شوي وتجاوزت إعاقتها. أنا لما بطالع من البيت وبقول عندك حلم لازم تحققيه هي رح تنسى أنه عندها إصابة وما ما بقى بحاجة لدعم نفسه هي إنجازه ويدعمه لنفسه بحد ذاته. الله يعطيك العافية والله كتر من أمثالك. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.